أتعبت في تربيتي خلوقي وأدبي وكذا راحتي نورت لي دربي. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي وفي مساكن قلبي. مرحبا بكم مرحبا بكم. شكرا شكرا. إذا مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم ولادنا تحت جناحنا. ولادنا لأن ولادكم هما ولادنا. عبر هذه الحصة هذه رايحين نحاولوا مع أخصائيين نعطيكم النصائح موجهة للأولياء باش تساعدهم في تربية النشء هاد الأطفال هادو اللي نحتاجوهم باش يكونوا خير خلف لخير سلف. إذا مع أخصائيين نستضيفهم في شتى المجالات باش ينورونا يعطيونا أفكار ويعطيونا نصائح اللي تفيدنا وتفيدكم يا أولياء في تربية أولادكم. إذا اليوم موضوع مهم هو موضوع الرضاعة لاليتمون. الرضاعة مهمة جدا، شكون اللي ما رضعش؟ إذا اليوم عندنا أخصائيين نتكلموا على هذا الموضوع هذا اللي يهمكم كثير. إذا ترحبوا معايا كامل بالدكتورة علي باشا أنيسة. مرحبا بك دكتورة، تفضلي 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 مدام. تفضلي مدام، شرفتينا شرفتينا. مرحبا بك مرحبا بك. وكذلك الأخصائية في علم النفس وهي أم كذلك تفاحي هنية. مرحبا بك مدام. مرحبا بك شرفتينا. وكذلك الأستاذ لابري نوردين اللي عنده أكثر من 30 سنة في التربية. مرحبا بك أستاذ. مرحبا مرحبا مرحبا. أنا حبيت نفهم علاش حيوك هكذا أكثر من قاعد أكثر مني أنا تاني. الأولى نشكرهم ولادنا هذو، أنا حياتي كلها مع الأولاد، ما مش أطفال هذو، بداوا يكبروا شوية الله يبارك، وهم حبوني وأنا حبيتهم، وباش يفهموني واش نقول ويسمعوا لي، أنا درت واحد الشوفات هكذا جعلتهم يحبوني كما حبيتهم. وكاين مثل الصيني يقول كيف أعلمه وهو لا يحبني، ولهذا رانا نجحنا. برافو 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 برافو. تفضل أستاذ تفضل 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 تفضل. ودركا ترحبوا معايا كامل، عبالكم باللي في كل حلقه نجيبوا طفل طفل، علاش؟ باش يدير الواجبات المدرسيه نتاعو هنا في هذا المكتب هذا. علاش؟ باش الاطفال اللي يشوفوا فينا يروحوا يديروا الواجبات المدرسيه نتاعهم. اذا نرحبوا معايا بايمن. تفضل ايمن. مرحبا بك ايمن. مرحبا بك. واش راك؟ لاباس. لاباس؟ لاباس. بخير؟ لاباس. واش الواجبات تاعك جيت تديرهم وانت فرحان ولا جابوك بالسيف ولا؟ فرحان. فرحان. هيا مليح مليح. قولي ايمن، الواجبات المدرسيه نتاعك كي ديرهم كي تدخل من المدرسه، اسكو تروح ديرهم تمتم ولا ترتاح شويه ولا تلعب شويه جو فيديو ولا واش دير؟ ارتاح شويه وبعدين نبدا دير الواجبات تاعك. واسكو دير الواجبات تاعك كل يوم ولا نهار بنهار ولا من داك؟ كل يوم. كل يوم. كل يوم. برافو برافو. ولا جو فيديو بزاف ولا شويه؟ نقصتهم هذا. نقصت شويه. هيا مليح. نقص شويه. اذا جهزنا لك حنا هذا المكتب باش تروح دير الواجبات تاعك. تفضل ايمن. بالتوفيق بالتوفيق. وانتم ثاني يا اطفال راكم تشاهدوا فينا، لازم تديروا الواجبات المدرسيه نتاعكم باش تنجحوا، وحنا حابينكم تنجحوا. اذا الموضوع اليوم هو موضوع الرضاعه. الرضاعه مهمه جدا في حياة أطفالنا ومهمة جدا في صحة أطفالنا. لذا جبت معايا اليوم أخصائيين اللي راحين ينورونا في هذا الموضوع هذا حتى نعطيكم نصائح مفيدة أنتم المرضعات وكامل الناس اللي عندهم علاقة بالرضاعة عن قريب ولا عن بعيد. إذن دكتورة علي باشا مرحبا بك اليوم، شرفتينا شرفتينا. ماذا بينا لو كانت تعطينا أهمية الرضاعة، فترة الرضاعة، يعني كيفاش، ما هما النصائح اللي نقدروا نمدوهم للمرضعات وللناس اللي عندهم علاقه بالرضاعه عن قريب ومن بعيد؟ تفضلي استاذ. اولا نشكركم على الاستضافه. الله يخليك. ونبداو يعني بما ان هذه الرضاعه هو موضوع مهم كما تفضلت وقلتوا، نبداو بالايه القرانيه حيث الله عز وجل يقول في سوره البقره والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. دونك لا يعني نعرفوا اهميه هذا الرضاعه مذكوره في القران. مذكوره يعني في القران كبير. ايه. وكذلك دونك الامهات نقدر نقول باللي كل ام تقدر ترضع، ما كانش ام اللي تقول لك ما نقدرش نرضع، يعني ما كانش منها. سي ان فينومين ناتشورال، يعني هذه ظاهره يعني كما نقولوا بسيطه، لكن الامهات في الاول يخافوا منها.
كاين اللي يخافوا من الرضاعه، كاين اللي تقول لك انا ما نحبش الرضاع، بالك مانيش عارف اسكو فيها حاجه على مورفولوجي ولا حاجه مانيش عارف. حتى كانت في اوروبا النساء يخافن على يعني المظهر تاعهم كامل، هذه في زمان بكري. لكن الان تروح في فرنسا ولا اي بلد اوروبي ولا اكثر من يعني نقولوا 60% من النساء تحب ترضع لانها عرفت واش اهميه هذا الرضاعه. واللي ما يرضعوش كاين دي لاكتاريوم على ليترونجي، لاكتاريوم يعني دي بنك دو لي، هادو لي بنك دو لي حيث النساء لي دو فام لي ماتيرنال، وين المراه تروح تشري الحليب. كاين 17 لاكتاريوم في فرنسا، وين يعني يبيعوا نقدروا نقولوا 70 الى 80 الف لتر من الحليب، يباع حليب الام للاطفال للنساء اللي تحب ترضع ولادها وما قدرتش، سواء لاسباب ما دابين نعرفوا الاسباب هذه. الاسباب هذا الام بالك تعمل بزاف باسكو في يعني في اوروبا الام تخدم كيما الرجل، والاوقات بزاف اوقات العمل ماشي كيما حنا عندنا اوقات الرضاعه. يعني احنا في بلادنا المراه اللي تخدم عندها لي زور داليتمون كيما نقولوا، سي ال في 8 اور 16 اور عندها زوج سوايع يعني الحكومه تمدها لها باش ترضع وليدها. بالضبط. يعني سهلنا الامور للام التي تعمل. يعني وبالمرات كاين امراض اللي ما تخليش المراه ترضع مثلا، ولا كي تكون تاخذ المراه تكون يعني دارت عمليه جراحيه ولا نقولوا، ولا الام اللي زعما بعد سيزاريان ولا تكون في الانعاش، هذاك الوقت جوست ابخي الرضاعه يعني الرضيع يقدر يشد 48 الى 72 ساعه بدون ما يشرب والو، ولا يعطيو له جو سيروم جلوكوزي. مي دو بريفيرونس نفضل ان الام جوست بعد يعني الولاده يجيبوا لها الطفل تاعها ديجا باش تحن عليه، خاطر ان ديزافونتاج تاع هاد الرضاعه ان يلد حب بين الطفل وامه، هذا سي تري امبورطون. هذاك لو كونتاكت هذا الطفل يكون حنين بعد ما يولي راجل مازال حنين، لانه ارضع في امه، حليب امه، وكان اون كونتاكت ديريكت مع الام تاعو. هذا سي تري امبورطون. استاذه كي تكون الام مثلا مريضه ضربها الريح ولا ترضع ولا ما ترضعش؟ ترضع، ما كان حتى مشكل، ما كانش مشكل. قلت لك غير ولا شربت يعني دي زونتيبيوتيك، دواء بزاف اونتيبيوتيك، كان دي زونتيبيوتيك الطبيب يعرف واش يمد للمراه يعني مليح انه المراه بالضبط. يعني المرأة لما تكون مريضة ولا تكون تقول مليح انه تقول للطبيب اني نرضع. فوالا باش يعطي لها الدواء اللي ما يجوش في الحليب ولا اللي ما يضرش وليدها، بصح ما تحبش الرضاعة. جميل. ما كانش حاجة ترضع ولا شافت، قلت لك غير لي زونتي انفلاماتوار ضد الالتهابات، كان دي برودوي هادو بزاف ولا كونسيريجين ولا، الأم تخلي 6 ساعات تجبد الحليب تاعها. نقدر نقول له دونك الحليب الام اي بو اتر مي او ريفريجيراتور، نحطو في فريجيدير داكور، نحيو بالتيغلي. مليح هذه، نحيو الام تنحي الحليب تاعها بالتيغلي. كان يعني انا باغي نقولوا جهاز ينحي الحليب يمص كيما يمص الطفل. الطفل ايه، ومن بعد تحطو في الفريجيدير شحال تقدر يقدر يعني يقعد في بالكونسيرفي شحال؟ كونسيرفي نقدروا دونك في لو فريجيدير يقدر يقعد 4 جور. ها؟ 4 في الكونجيناتور 4 شهور. 4 شهور في الكونجيناتور. وبعد ما تنحي هذاك الطفل، الام هذه باغ اكزومبل تخدم، نقول تقول لي بعض تخدم تاخذ ان اونتي انفلاماتوار. ايه، وبعض الامهات تقول لي ما نحبش نعلم له الوليد يرضع بزاف، خاطر شو من بعد ما نقدرش نولي للعمل بعد 3 شهور يا اخي. تفطموا. ايه، نقول لها نو، كاين لا ميثود هذه تاع تحطي حليبك في مليح الجهاز في البراد. ايه، وكي تنحي تسخنوا، ماشي في يعني في كاسرونه، وبان ماغي كيما نقولوا، وبان ماغي ما كاسرونه دير فيها ما وتسخن هذاك الحليب تاعها، قيس ما يشربوا الطفل، ماشي سخون بزاف ماشي. اونتر بارونتيز نقول لكم بلي حليب الام هو يعني معقم دافي ونقي، واجد يعني واجد. ما نديروا له ما نغليوه، التمبيراتور كيلفو. سبحان الله. الام ما تروحش تغسل البيبرونات تاعها، قد ما عقمتهم ما يكونوش معقمين كيما لو سا ماتيرنال. سبحان الله. سبحان الله. ويكون المراه تسخن هذاك الحليب بيبرون وبالك لو كو اللي تري شير لو لي. سبحان الله. وفيه ثاني كميات من بروتينات اللي الطفل ما يحملهمش، يعني الحليب الام فيه الكميات تاع كل المواد اللي فيه، كل حاجه موزونه موزونه بدقه
موزونه موزونه بروتينات اللي ما توجعش في 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 معده الطفل. لا والله او كونتخيغ تعاونوا على الهضم السريع وما ديرلو ني كونستيباسيون ني دياري. سبحان الله. ها اذا كانت الام ترضع ولدها وجاتو يعني اون دياري ما تحبش الحليب كملو. اذا كان يشرب بيبغون حليب اصطناعي تبدلو حليب اخر. داكور. إيه كاين بزاف الناس نسمعهم يقولوا بلي الحليب هذا ما خرجش على وليدي لازم نبدلو ويروح عند البيديا تقول لا لا بدلو الحليب هذا وكامل الوغ كو لو لي ماترنال كما كي تقولي واجد معقم بكمية. يعني ويعني واش يربح الطفل في هذا الحليب واش تربح الام يعني في زوج راه رابحين في زوج شفنا لو كوتي هذاك افكتيف الحبلين دوكا نشوفوا لي مالادي كون بو ايفيتي شي لانفون الطفل عنده دونك في هذا الحليب نصيبوا لي زيمينوغلوبولين اي جي جي اي جي او اي جي ا هادو مادات اللي يحفظوا الطفل ضد الالتهابات لي برونكيوليت نشوفوا مرا كل يوم تجيبوا لي دا كونسلطاسيون ما يتسدروا يسعل نيفو يسيل مادام ترضعي وليدك لا لا نعطي له القرعه اما الطفل هذا دونك ديمينيسيون دي مالادي ما يمرضش بزاف وليدها تانيت الطفل اللي يكون يعني يرضع امه ما يسمنش بزاف يكون صحيح بصح ماشي مسمن دونك سا ايفيد لوبيزيتي السمنه يساوي امراض عديده. وهي استاذه هي حقيقه في القران وكامل يقولوا عامين وكامل ولكن ما هي الفتره اللي لازم يعني لازم الام ترضع ولدها يعني لا بريود ريكوموندي يعني ماذا بينا نعرفوا؟ لان الطفل يبدا ياكل بعد 6 شهور. دونك ماذا بينا دو بخومي جو حتى ل6 شهور غير حليب ما فيهاش الهضره هذه بدون نقاش. بصح حولين كاملا كما قال الله عز وجل في سوره البقره لان هذا الحليب ماذا بينا ميم كي تفطنوا يبدا ياكل ماذا بها تزيد تكمل ترضعوا بحليب تاعها لان لي كونستيتيون تاع هذا الحليب فوائد عظيمه وهذه الفوائد كيفاش يحبط الحليب نقول لك هذا لابارونتيز يعني كل ما الطفل يجبد يرضع يماه كل ما الحليب يتخدم بالضبط لان كاين سيستم في الريفلكس دو سوسيون كاين ميساج يروح ليبوفيس تاع الام تقول باللي ابني هاو جيعان والحليب ينزل باذن الله ولا دونك سي بور سا كو كاين امهات يدخلوا البيبون يرضعوا بصح تقول لك ندير لالاتمون ميكست لالاتمون ميكست مرات نعطي له في الدار كي ندخل كي نخرج نخلي المربيه بيبون لا لا خلي لها حليبك بالضبط. لان كل ما تحذفي اون تيتي ينقص الحليب بالضبط. كل ما تمدي له يزيد الحليب ها جميل. اي بوي تانيت من هذه الفتره من 0 إلى 6 شهور الطفل كيكون يرضع غير حليبه شفنا الام اللي ترضع مده سنه اون ايفيت لو كونسير دو سان شي لا فام سبحان الله يعني مرض السرطان ما يجيش عند الام الثديه وديو سي كاين بزاف مرض السرطان هذه ولا رضعت عام عام برك ايه ولا رضعت 6 شهرين حتى شهرين عندها فايده هذه الام سبحان الله ما يجيهاش لو كونسير دو لوفير تاع البويضات ما يجيش مرض السرطان الحمد لله يعني فوائد فوائد عظيمه كبيره هذا الطفل ما يكون قلنا حنين ما يمرضش بزاف يكون ذكي ذكي لان كاين مادات في هذا الحليب يمد الذكاء عند الطفل سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله دونك شفنا توازن بين واش تربح الام واش يربح الطفل بالضبط دونك يعني لي مامون اللي يقولوا نظن بعد هذه ليميسيون غانيون غانيون ما نظنش نشوف ام تقول ما نحبش نرضع بالضبط لا لا انا حبيت جوستومون من خلال هذه الحصه هذه حبيت اننا نبينوا الفوائد نتاع الرضاعه للامهات لانه انا تاني نسمع هكذا بالمرات كاين نساء ما يرضعوش انا نضرب لي غلطين كيما دركا راكي وضحتي لنا استاذه باللي المراه هذه غلطه لان لا تيتي هذيك كي تنحي مهمه جدا مهمه وكي تنحيها دونك هذيك لا تيتي البروفوك لا سيكريسيون تاع الحليب وكامل دونك هي سيت اون ايكواسيون اللي لازم المرضعات انا نظن باللي المراه قبل في الحمل نتاعها لازم هاي بتيت فورماسيون لازم هاي بتيت فورماسيون اي بتيت سنسيبيليزاسيون استاذه هنيه انا مقبله كنت نتكلم معاك حبيتك هي لو كان حقيقه انا مقبله دكتور علي باشا تكلمت على الكوتي افكتيف اللي هو يخصك مباشره الجانب النفسي وكامل
ولكن بما انك ام كذلك احنا حبينا نعرفوا كذلك شعورك انت. على كل حال دكتور علي باشا راهي ام وجده كذلك، مما دابينا تعطينا احساسك، احساسك انت وانت ترضعي في طفلك، كيفاش عشتي الرضاعه، كيفاش ماذا بينا ننسى لا نشوفوا فيك المرضعات يدوا هذيك يعني الاحساس اللي كنتي تحسي فيه وانت ترضعي. نعم شكرا الاخ يزيد. والله يعني الرضاعه كما يقول لك لا مثيل لها، والاحساس بالامومه امثل كما نقولوا. ولكن حاجه الاولى ان الامهات مباشره يعني احنا بعد الرضاعه كما قالت الدكتوره، بعد الولاده مباشره، بعد الولاده مباشره تحط لك الصغير على الصدر بالضبط من تما، ومن بعد ياخذوا هذاك الصغير بعد نصف ساعه يعني الام ما يجيبوا لهاش الصغير حتى تبحث عليه، يعني تحوس عليه اكيد شي مفروغ منه. هي ديجا غير يزيد البيبي يرفدوه من رجليه تبدا تخزر، سورتو اذا قالوا لها طفل، ومن بعد تبدا تشوف اسكو طفل ولا طفله، تقعد هذاك الشوق الاولي، ومن بعد غير يعطوا لها باش ترضعيه. يعني كاين النساء اللي تحب تقول لك باغ اكزومبل ما عرفتش نرضعه، ما يعرفش يرضع، وهي ما كاينش منها، هي غير تحط الطفل على الحجر تاعها، سي تان ريفلكس، انت تنخلع كيفاش هو راح يسوسي وعرف بلاصه الثدي. سبحان الله، هي غريزه فطريه وبيولوجيه في نفس الوقت. يعني انت تشوف كيفاش يعرف البيبي يحكم لو ماميلون اكزاكتومون تاع لا مامون ويمصو، يعني ما شاء الله. ونتمنى ان كل النساء ما يحرموش اطفالهم ولا يحرموا هما كامهات. شحال رضعتي من شهر استاذه بلا ما نحرجوك؟ انا عندي اربع اطفال، بنت الكبرى تاعي 15 سنه رضعوا كامل حولين كاملين. الله يبارك، الله يبارك. تفيقه 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 صحيح. شيء جميل جميل. يعني احيانا كيقولوا لي باغ اكزومبل نشوف هكذا في لافامي، ولا يقولوا لي البيبرون شحال دايرين، نقول انا ما نعرف نحليب، ما نعرف اسمه، ما نعرف البيبرون. كنت نشري البيبرون برك جوست بور لا تيزان، من بعد تالمون لو بيبي والف لو سان، شغل حتى البيبرون هذاك ما يتحروالوش، ما يعرفش مابا واش معناتها رضا. سبحان الله، جميل 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 جدا. جميل جميل. أستاذ لابري، حبيت نناقش معك جانب بسيط هكذا. شفنا باللي حتى القوانين، حتى يعني مهتم، حتى المشرع اللي يدير القانون مهتم بهذا الجانب هذا، يعني حتى الأم المرضعة عندها بعض التسهيلات. وانت في سلك التعليم ومنذ سنوات كما اكثر من ثلث عقود كما يقولوا، قريب اربع عقود، يعني صادفت هذا الموضوع هذا، ماذا بينا نتكلم عليه شويه هكذا، يعني من جانب القانوني، من جانب يعني كأب وكمربي يعني وكمواطن. شوف، نظرا لأهمية الرضاعة كما تفضلت الدكتورة والدكتورة، الأهمية تاع الرضاعة بالنسبة للطفل، بالنسبة لنموه، وبالنسبة لصحته، وبالنسبة لإعداده ليكون رجل الغد، رجل الغد سليم. بالضبط بالضبط، يكون سليم. بالضبط. إذن عنده أهمية كبيرة. فالدولة الجزائرية وفي إطار حقوق الإنسان، دستور تاعنا وكل الدساتير اللي مضات، أو أغلب الدساتير اللي مضات، أعطت أهمية كبيرة إلى لحقوق الإنسان بصفة عامة، صفة عامة، وحقوق العامل، وحقوق بالضبط. العامل أنا نظن باللي الحق كي نعطوه للمرضعة رانا نعطينا الحق للطفل كذلك. يعني أنا قلت أنا بديت بالطفل، قلت لك نظرا بديت بالطفل. إذن فكذلك لحقوق العامل. و فالجزائر مشات مع الدول المتقدمة في إعطاء حقوق العمل وتطور العمل، والعمل أصبح يتمتع بحقوق كثيرة، منها هذا العطلة أو الغياب سموه نتاع الرضاعة. كان في قوانين وتجددت القوانين وتحسنت القوانين، وكان المادة 214 في صدرت في 2016 اللي تحدد مدة السماح، الغياب هذا، الغياب اليومي للعاملة ابتداء من انتهاء عطلة الأمومة، يعني عطلة الأمومة 90 يوم من بعد ما ترجع إلى العمل عندها حق مدة عام
على بالك كاين دول اللي الكونجي دو ماتيرنيتي 9 اشهر. نعم تختلف يعني نعم تختلف من بلد الى بلد. تختلف من بلد لبلد. وكاين حاجه اخرى مثل التقاعد. مثل التقاعد على بالك باللي حتى الاب الاب عنده كاين دوله في العالم الاب عنده كونجي دو ماتيرنيتي دو باتيرنيتي واسمه ماتيرنيتي يفا دو سوا. مي كاين حاجه اذا كان الزوجه نتاعو ما تعملش حقه ياخذ الكونجي دو ماتيرنيتي تاعها. نعم صحيح. يعني كان ما تعملش ياخذ ديالها وديالو 9 اشهر وثلاث شهور. انا واحد النهار تلاقيت واحد صاحبي 12 شهر ما خدمش. قلت له قال لي كونجي دو ماتيرنيتي. قلت له ماتيرنيتي؟ قلت له علاش الولاده انت واش دخلك؟ قلت له احنا عندنا ثلاث ايام وقيله. يشارك يساعد الام بالضبط باش تكون تقدر ترضع. لازم زوجها يساعدها. هذه النقطة. لازم تكون يعني بسيكولوجيكمون تكون يكون عندها الاسترخاء تكون ما تكونش مقلقه يساعدها لو ستريس. دونك الزوج هذا ننصحه لازم يعاون زوجته. بالضبط بالضبط. ماشي تتقلق تقول ما طيبتش ما درتش وكامل دونك ما ترضعش. بالضبط ميم دوزيام اونفون. يعني القوانين في العالم فكرت في هذا في الرجل هذا لانه عنده حق هو كذلك في تربيه طبعا في تربيه الطفل نتاعو. وصل استاذ. وحنا في الجزائر القانون هذا يعطي للعاملة اللي ترضع الكل امرأة وضعت مرضعة مرضعة حتى ولو كان ما ترضعش حتى ولو كان. بالضبط بالضبط. فرق منهم ما يحوسوش سموه لابسونس دو 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 داليتمون. هذه عندها مدة عام في الست شهور الأولى عندها ساعتين في اليوم والست شهور الأخيرة عندها ساعة. ساعة عندها ساعة ولكن سي يزيد هذا يتم بطريقة عادية وسهلة بالنسبة للموظفات أو العاملات في قطاعات في قطاعات أخرى. يقول لها عوض باش تخرجي على الربعة وخرجي على الزوج. بالضبط بالضبط. لكن في التعليم في التعليم شوية كان إشكالية. صعب. لماذا؟ لأن العاملة في قطاع آخر ستترك مكتبها او تترك مصلحه او هذه عندها عندها قسم. لكن المعلمه راح تترك لك 35 38 تتعاملوا مع 40 تاع. هنا في حلول على كل حال. بالنسبه للابتدائي ما كانش مشكل كبير لان في الابتدائي الحجم الساعي اللي يقراوه في الابتدائي اقل. التلميذ يخرج على 3:30 3:30 اذا تتسرح وتروح ترضع. اما في المتوسط الثانوي هنا الامور رجعه الى رئيس المؤسسه يلزم يدير توقيت وممكن جدا هذا التوقيت لان المعلم او الاستاذ في التعليم المتوسط عنده 30 ساعه اقصى شيء يقريها 30 ساعه بالضبط واقل. وفي الثانوي 16 ساعه. فهنا هذا 22 ساعه انا كمدير مؤسسه نقسمهم لها في الاسبوع وندير لها توقيت نجيب لها التلاميذ تاع خاطر احنا عندنا تخصص في المتوسط يعني رياضي استاذ رياضيات استاذ اللغه. بالضبط بالضبط. كاين تخصص. كندير التوقيت نتاعي المراه اللي ترضع نسهل عليها ونخرجها اما نخدمها غير صباح ولا شيء ما تخدمش. بالضبط. دير 20 ساعه ولا 22 ساعه هي دير الوقت تاعها. نعم حلوه ولكن تسهل عليها ونخرجها على ثلاثه مثلا عوض على الخمسه كذا. بالضبط. يعني يكون فيه تفاهم. جميل جميل جميل. ومدفوع الاجر. لا لا هذا شيء مفروغ منه. هذا قانون. هذا قانون. تري بيان. انا ماذا بيا استاذه تعطينا بعض النصائح للمرضعات في عجاله هكذا يعني ببساطه كذلك باش من خلال هذه النصائح هذو اون فالي بوسي ان شاء الله باش يرضعوا ولادهم خاصه الست شهور الاولى كما هضرنا من قبيله. مهم جدا. الست شهور الاولين كما قلنا مباشره بعد الولاده الام يعني عندها الكولوستروم الليباء نسموه. هذا الحليب سي ان لي ايبي فيه يعني اهميه يعني مهم جدا فيه الفيتامينات اللي يحتاجهم الطفل حتى يعني يتساهل في النمو تاعو تحفظه باش ما يزيدش باش ما يمرضش ثاني. هذا الكولوستروم ايمونيتار اوسي ايمونيتار من اول الى ست ايام. هادو لي بخومي جو لي بخومي جو سي لو كولوستروم الليباء واسمو. ومن بعد من 6 ايام ل 14 يوم سي لو لي دو ترانزيسيون واسمو. ومن بعد 14 يوم الفوق سي لو لي ماتور اللي فيه كما قلنا المكونات كاع اللي يحتاجوا جسم الطفل في النمو الذهني البسيكولوجي يعني كلش واش يحتاجها الطفل. حتى الماء ما تمدلوش الام. الحليب هذاك فيه كميه الماء اللي لازم في يعني يشبع. وثاني سبحان الله من 6 تاع الصباح الى العاشره الطفل يجوع اكثر والحليب هذاك يكون
فيه المكونات كاع اللي يحتاجهم الطفل. سبحان الله. يلي تخي غيش لو لي هذاك. مد الإله. أما في الليل المكونات هادو كينقصوا. تنقص باش يرقد باش. فوالا سبحان الله. هادو المعلومات ما تعرفهمش الأمهات. سبحان الله. واش راهي تخسر كي ما تردعش وليدها. وخلي خلي الانتيليجونس قد يكون كل الاطفال اللي رضعتهم الامهات تاعهم اون افي ميم بالك يقولنا الاستاذ اي سون تري انتيليجون. انا واحد من الناس سقسيت الام تاعي يعني في كل مره نسقسيها شحال رضعتيني وكام قالت لي رضعتك يا ودي حتى شبعت. دونك انت تري انتيليجون ما شاء الله. الحمد لله يا ربي الحمد لله. دونك الانسان هذا يكون تري انتيليجون حتى في المدرسه حتى كيشارك مع الاطفال يكون يعني لا بسيكولوج تزيد توضح لنا يكون تري تري يعني اكتيف تكون ما يكونش مقلق ما يكون سوغا ها تقلق هذاك ثاني تاع الام اللي تعطي له بيبرون تكالي له وتروح ولا تخليه عند لا نوريس هذا ماشي مليح. استاذه نظن نزيد حاجه برك كونسيرنون لي لاكتاريوم حاجه مهمه في بلادنا ما نقدروش نديروا لي لاكتاريوم سينو نوليو كاع خاوه وخوات ها نسبا سي تري امبورتون سينو الخوه بالرضاعه احنا موجود عندنا فوالا باغ كونت كاين خاله كاين انسانه تكون لها ولا كانت الام فغيمون حبت ترضع وما قدرتش مرضت مرض مزمن ولا حبت ترضع وليدها تقدر اختها ترضع لها وليدها بصح هذوك الاولاد يوليو خاوه بالضبط بالضبط خاوه يا دي جون كي فول فريمون اليتي لور زونفون وثاني كيما قلت لازم تكون دون اون بوزيسيون كيما نقولهم انا في كيجيو لابي مي تاعنا باش للتلقيح وكامل تما اللي نصيدهم الامهات ترضعي وليدك ولا قالت لي لا لا نشدها مليح لازم نديها ترضع امامي نعطي لها بيرو احنا في لابي مي تاعنا في المراديه عندنا بيرو خاص للام اللي تحب ترضع وليدها الله يبارك كيفاش نفهمها لازم تكون قاعده يعني سوغان قاعد فوتو كيما هذا ولا خير تحط ان كوسان وين تحط يدها المي لا بوزيسيون كيما قالت لا بسيكولوج تاع الطفل يكون لو فونتر كونتر فونتر ها الطفل يحط يدو على الام تاعو باش يزيد الحنان ومن بعد لو ريفلكس يجي نورمالمون يمص هذا يمص ويدي الكميه اللي تحب اللي يحب دونك ان كار دور ان سان ان كار دور ان اوتر سان ولازم سي تري امبورتون تقرع هذاك الطفل لازم يدير لو غو تاعو باش تحطو اذا كان مشكل ثاني بعض الامهات تقول لك وليدي يتقيا بزاف لو لي تاعو ها تديرو شويه طالع هكذا بونشي فوالا من التحت ماشي من فوق باش الطفل يعني ما يتقياش ويعاود يشرب يدير اون فوس روت ولا سي تري امبورتون هذا وصدقوني نقولها سواء المي اون ميوزيك كلاسيك ولا قران ولا باش تكون ماشي تتقلق اللي تريحك فوالا ما لازمش تكون مقلقه وترضعه باسكو الطفل يحس حتى كيكون في بطن امه الطفل يحس شوفوا يبكي شوفوا ولا شاف باللي الام تاعو تقلقت في راسها بركة خليت هذيك فوق النار مازال ما طيبش مازال هي تهضر مع نفسها الطفل يحس يجبد روحه صدقوني يجبد روحه سبحان الله دونك دوني فو سو تون الحمد لله سو تون دو ريلاكساسيون سو تون ميرفيو ا ليتي فو زونفون سي با اون كورفي ما لازمش يدو كوم اون كورفي كوم زعما حاجه بالسيف عليا نرضع ولا بصح ولا تاخذوا هكذا هي ناجحه والطفل تاعها ناجح باذن الله الحمد لله الحمد لله استاذه مقبله حبينا نتكلموا على النقطه هذه النقطه تاع الراحه اللي تكلمت نعم. عليها دكتوره علي باشا راحه الام يعني وهي ترضع يعني كيفاش تحس نفسها يعني والام اللي ما ترضعش كيفاش تحس نفسها يا هل ترى هذه نعم. النفسيه هذه حبيت تطرح لنا هذه النقطه هي الام لما تاخذ الرضع تاعها من بدايه الامر هي كي تحطه في يدها ونابيسا لو هولدينغ اند لو هالدينغ سي اون انجلي هذا واش معناتها الانضمام الى الصدر هي كي تحطه هكذا الطفل هذا عنده خمس ثقوب ممكن اللي يكون شاطر هنا يعرف واش معناتها خمس ثقوب شكون يقدر يعرف شكون خمس ثقوب طفل راسو راهو هنا قدام ماما وراح ترضعو هي عندها علاقه بالحواس الخمس حاجه الاولى عنده الانف هو راه يرضع ويشم رائحه الام هو يتذوق حليب الام ويسمع الام كما قالت الطبيبه انه تكلموا مثلا تحكي هي تحكي وانت كنت في بطني وسنيتك تحكي له غير الاشياء الايجابيه كيفاش انتظرناك يوم الميلاد الى غير ذلك والحاجه الاخيره اللي نقدروا ننتبهوا لها للطفل انه ديريكتوم يحط يده على ثدي الام هو يعني لا شعور هو احساس هذا الطفل لما راه يرضع فيزيولوجيا هو راه يشبع غريزه الجوع وفي نفس الوقت غريزه المشاعر
في نفس الوقت نقول له هذه المشاعر عن طريق ذلك الحليب. جميل. يعني ما أروع الأم اللي تكون ترضع والأم اللي تحط بيبغون وتعطي له هذيك الآلة يرضع بها. ما فيهاش يعني بدون نقاش. حديثة الولادة وش قلنا تمر بظروف جد صعبة سواء كان على المستوى النفسي بالضبط. ولا الفيزيولوجي، هنا لازم العائلة اللي تكون عايشة معها توفر لها بالضبط. إذا كانت عائلة كبيرة المحيط العائلة لازم يوفروا لها، وإحنا دايما نفسها يتهلوا فيها تقريبا 40 يوم بيس. ومن ناحية الزوج لازم يكون مسؤول ويحس بالمسؤولية ونوجدوا أشياء يعني كثيرة تغيرت. هنا نتفاجئوا كاين مفاجآت اللي تجينا أمهات مصابات بالاكتئاب ما بعد الولادة مباشرة. هنا السؤال اللي طرحته مقبل الاكتئاب بعد الولادة هو اكتئاب عادي يمر على جميع الأمهات ولكن لا يدوم أكثر من 24 ساعة. إذا فات الحد من 24 ساعة هنا حتكون عنده أعراض مرضية. هنا باغيكزومبل من بين الأسباب اللي قلت لها للسيدة وعلاش باغيكزومبل ما يرضعوش، باغيكزومبل اللي عندها لي زونتي ديبريسيون ما تقدرش ترضع، ديكو تزيد مباشرة يكون هنالك فطام وياخذ الحليب الاصطناعي. هنا يعني الأم لازم نوفروا لها الراحة باش تقدر تنتج لنا كما قال أكثر وأكثر. بالضبط بالضبط بالضبط. الله يخليك الله يخليك. إذن إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه المعلومات هذو. الرضاعة مهمة 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 جدا جدا، وتقدروا تواصلوا معنا وتشاركونا كذلك خبرتكم وتجربكم عبر موقع الإنترنت ولادنا تحت جناحنا .com ولا عبر صفحتنا الفيسبوك ولادنا تحت جناحنا. سلام. من حقنا ندرس ونتعلم حتى ننجح نبذل جهدا، نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا والبلد. نحب الجري في كل مكان، حق اللعب يزيدنا فرحة، وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة. من حق الطفولة صحة للعقول ولا مدلولة، تلعب تحيا بسلم أمان، نفوسنا عنها مسؤولة.